أسباب صلاة الآيات في الأحاديث. إذا خسف القمر وكسفت الشمس أو صارت الزلزلة أو الرياح السوداء أو الصفراء أو الحدة أو الرجفة أو الصاعقة أو الصيحة فافزعوا إلى مساجدكم. الخسوف للقمر، الكسوف للشمس، الزلزلة معروفة، زلزلة من الأرض تصير، الرجفة مو من الأرض، من الهواء يصير. أحياناً يصير في الجو خلاء، كل الأمارات تقوم ترتجف الشكل، أرض ما يصير به شيء، أرض ثابتة على مكانها. الحد، حد أحياناً جبل يسقط، فإذا سقط الجبل يسمى حد. وشيء آخر الصيحة، الصيحة أحياناً الناس الذين في الجبال يعني بلادهم بلاد جبلية مثل اليابان أو مثل بعض مناطق إيران صير هذا الشيء عندهم. فالمر كل شيء ماكو يسمعون فرص صوت هائل مو صوت الطائرة، هاي يسمى الصيحة، صيحة السماوية أحيانا يصير هذا الشيء. وهذا أيضا من أسباب صلاة الخسوف والكسوف. والصاعقة أحيانا تنزل الصاعقة ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الرياح الحمراء والسوداء والصفراء، كم واحد صار؟ 10. إذن أسباب صلاة الآيات. ففي الأحاديث التي وردت بالنسبة إلى صلاة الخسوف والكسوف إنها علامة غضب الله، مو معنى أن الله إذا غضب يعني في اللحظة يأخذ الإنسان، لا، مو دليل، لأنه لا يمكن الفرار من مملكة الله ولا يمكن الفرار من حكومة الله.